وشوف احنا الان ربما نكون امام فتح باب ثاني بعد اوكرانيا، يعني مو صار غزو روسي لاوكرانيا، وصار هناك تحالفات وموارد ضد الغزو الروسي لاوكرانيا بدون ان يشاركون في الحرب، تبقى اوكرانيا تحارب. صحيح هالشكل. يبدو أن هجوم 7 أكتوبر واللي تبعه وسبقه زيارة السوداني إلى روسيا وزيارة أحمد أبو الغيط إلى روسيا. أحمد أبو الغيط يمكن ثاني يوم ثالث يوم من 7/10 راح روسيا. صح. الآن تقريبا ده ينفتح باب ثاني أنه إيران عن طريق حماس غزت إسرائيل. فإحنا عندنا تدري إسرائيل رقم 1 عندنا. اللي هي إسرائيل المنطقة، إسرائيل رقم 2 اللي هي أوكرانيا وأوروبا، وتايوان رقم 3 هي إسرائيل الثالثة. وبالتالي إحنا أمام فتح باب ثاني في العالم في الشرق الأوسط. ودز بايدن جيرالد فورد ودز الأيزنهاور إن حاملات الطائرات بالقرن 21، وطلع هذا ابو قيادة القوة ورئيس اركان القوة الجوية الامريكية مستر براون، وقال هذا الكلام لايران: لا احذروا، ديروا بالكم، لا تتحرشون، بس امريكا عائدة وبقوة الى المنطقة، واسرائيل لم تعد حليفا وحيدا للولايات المتحدة الامريكية، هناك حلفاء جدد، وهذا الحلفاء الجدد راح يعدلون المنطقة خارج إطار الهجوم الذي حصل في 17. أنا السؤال الآن: لماذا ذهب السوداني قبل الهجوم إلى روسيا؟ تدري إحنا نعرف كل زين طالع البياض، يمكن لو أعد زيارات العلنية والسرية يمكن ما عندي رقم، يزورون روسيا على طول. صح. أكرم الكعبي زار روسيا، من وزار روسيا آخرين من جماعة الميليشيات، ما أعرف. وربما تكون زيارة السوداني أستاذ عدي هي تتويج لكل هذه الحركات بزيارة رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة إلى روسيا، لأن أبو روسيا يعتبر نفسه هو رئيس المحور اللي تشكل من 2015 بالعراق وبسوريا وبإيران، وموجود ببغداد. هذا المحور موجود في بغداد، وهذا تدعم يا فكرة، تدعم فكرة أنه أكو محور اسمه روسي إيراني صيني مع روسيا ضد أوكرانيا، وأكو محور اسمه إيراني روسي صيني مع إيران ضد إسرائيل. فهل فعلا محور روسيا إيران الصين هو يعني زادت قوته أو زادت لنقل حساسيته، فالآن فتح باب ضد أمريكا وبالتالي يكون الرابح الأول في معركة 7 أكتوبر، ومن هنا جاءت زيارة السوداني، الرابح الأول هو بوتين، والرابح الثاني هي إيران، والرابح الثالث هو حزب الله، والرابح الرابع هو محور إيران ومحور الحرس الثوري، والخاسر الأول أمريكا، والخاسر الثاني إسرائيل، والخاسر الثالث الدول العربية. هاي نظرة تنحكي وتنقال وتنكتب، ومعناتها إحنا بعد 7 أكتوبر الأمر ماشي مو لصالح، لأنه الكلام الآن أن السعودية ودول المجلس الأعلى الخليجي وإسرائيل والأردن وحلفاء أمريكا في المنطقة خايفين من تداعيات هذه الحرب ما 7 أكتوبر عليهم، وهذا يخدم